مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية. في مصر لما تروح البنك وتودع 1000 جنيه مثلا سوف تحصل على فائدة بسيطة لن تصل حتى 20%. لكن اللي هيقولك هتاخد جنيه مقابل كل جنيه كل شهر فاعرف ان الشخص ده نصاب. هؤلاء الأشخاص أطلق الناس عليهم المستريحين، هم عارفين ان الناس بتحب المكسب السهل فاستغلوا طمع البعض وكسل البعض في الثراء السريع بدون مجهود. ظاهرة المستريح مش جديدة على المصريين، فرغم تكرار حوادث النصب على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم إلا أن الآلاف من المصريين الباحثين عن حلم الثراء السريع يقعون فريسة لهؤلاء النصابين الذين يتاجرون بأموالهم وسرعان ما يستحوذون عليها ويلجؤون للفرار، ولا يتبقى للمواطن إلا الشكوى والبحث عن المستريح. أكيد، لكن حكاية مستريح أسوان على غرباتها ما هي إلا فصل جديد فيما بات يعرف بظاهرة المستريح الذي يجمع أموال البسطاء بزعم استثمارها في مجالات مختلفة، نظير عوائد مالية ضخمة نادرا ما تتحقق ثم يختفي فجأة. وخلينا نرجع بالذاكرة لورا شويتين، هلاقي ان ظاهرة شركاء او شركات بعفوا توظيف الاموال انتهت بهروب او سجن اصحابها لانهم عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد او رد اموال المودعين، وان قضاياهم وقتها بالتحديد عملت هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة في المجتمع بعد ان تبخرت الاحلام والاماني والاموال بتاعت الناس في مضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة أكيد عشوائية وغير مدروسة. لكن الظاهرة دي بالتحديد رجعت تاني بشكل مختلف عام 2014 من خلال مصطفى البنك اللي اشتهر بلقب المستريح. ليه بتتكرر تلك الظاهرة ولماذا يقبل عليها الناس رغم مصيرها المعروف؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها مع بعض ومن خلال الدكتور وليد رشاد زكي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عبر زوم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك منورنا النهاردة في خبر اليوم وهندخل معاك بدون تسخين. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد والأستاذة أميرة وجميع المستمعين. هل يمكن وصف ما حدث من استغلال بعض المواطنين بظاهرة بالتحديد ظاهرة المستريح، وما هو تعريف الظاهرة في علم الاجتماع؟ أولا يعني حضرتك بتتناول موضوع الساعة الحقيقة، هو الحقيقة موضوع من الموضوعات القديمة الحديثة. الظاهرة دي هي تعتبر بمنتهى البساطة هي شكل من أشكال النصب باستغلال بعض المواطنين اللي هم يعني ما عندهمش وعي ومعاهم فلوس وبيحاولوا يشتغلوا على الفئة دي بحيث يتربحوا من خلالهم ويحققوا أكبر مكاسب ممكنة عن طريق الحيل وعن طريق النصب وعن طريق الغش وعن طريق الخداع. والحقيقة هي مش مرتبطة بمكان معين، الحقيقة هي منتشرة في أرجاء الجمهورية تحت أسماء أو تحت مسميات كتيرة. أحيانا بيتم النصب تحت مثلا الإتجار، التجارة أو تحقيق الربح، التجارة في مستحضرات التجميل، الحج والعمرة، التجارة مثلا من خلال المواشي، في الزراعة، في الصناعة، في الاستثمار. حقيقة ليهم أشكال ومختلفة وأشكال متعددة، وهي في النهاية بتؤدي في الآخر إلى شكل من أشكال النصب أو شكل من أشكال الاحتيال. حقيقة الممنهج يعني ليهم منهجية وليهم طريقة يعني بتبقى يعني بيغلب عليها طابع الحرفية وطابع المهنية إلى حد كبير.